إذا تقدر تعطينا واحد التعريف مبسط ويكون سهل باش الناس يفهموا أكثر. سهل. الذكاء شنو هو؟ هو القدرة على التفكير المجرد، المعنى ديالو قدرة ذهنية تتفيد في الابتكار، تتفيد في الكثير من الأشياء، يعني تثبيت الطاقة لدى الإنسان، كذلك احتواء العاطفة. الذكاء هو هذا، يعني اون جينيرال هو هذا. الذكاء اللغوي أوفر، يعني هو ضمن الذكاءات المتعددة اللي تكلمتي عليها، اللي قام في الدراسة ديالها هوارد غاردنر في 1990. نعم. قبل منذ 100 سنة كانوا علماء كثر اللي تكلموا على الذكاءات وتكلموا على النوصيون ديال الذكاءات. المعنى ديالها الذكاء التسع، يعني الذكاء بصري، ذكاء وجداني، ذكاء وجودي، ذكاء يعني شخصي، ذكاء عاطفي إلى آخره، ذكاء حركي إلى آخره، ذكاء موسيقي كذلك الرنة إلى آخره، ثم الذكاء اللغوي. الذكاء اللغوي مفاده القدرة كذلك، يعني الإنسان وكل الناس عندهم القدرة أنهم يتلفظوا، أنهم يكون عندهم لغة منطوقة. اللغة غير منطوقة كذلك تدخل في الذكاء اللغوي، لأن اللغة غير منطوقة داخلية هي اللونغاج نون فيربال اللي سنتكلم عليه، الابتسامة. نعم، هذا نعم اللي قلت لي راه داخلة في الذكاء اللغوي، وتتميز به الكثير من الناس، منهم الصحفيين، منهم مقدمي البرامج، منهم السياسيين، منهم الأساتذة. نعم. منهم كل شيء، حتى الأمهات، حتى الآباء، وضروري غادي ندخلوا في خضم من الميزة ديالهم. الناس اللي عندهم الذكاء اللغوي، أنا تنصطلح عندي واحد الملاحظة صغيرة على الذكاء اللغوي، هو الذكاء اللغوي هو الذي يعطيني نتيجة تواصلية. D'accord. Alors, واش الذكاء اللغوي هو الذكاء التواصلي؟ الذكاء اللغوي يدخل في نطاق الذكاء التواصلي. C'est le relationnel en général, c'est vague, c'est gros, c'est grand. خصنا فيه على الأقل واحد 100 حلقة. الذكاء التواصلي سي فري. الذكاء اللغوي توخصوا حلقات، ولكن الحمد لله أنكم في الام بي سي 5 تتختاروا المشاهدين يعني هذه البرامج اللي هي متقونة وتتوصل الديور، تتوصل لمجال العمل ومجال كذلك الدراسة. نعم. عندهم ميزة، أنا كنت بغيت نهضر على الميزات ديالهم. عندهم طلاقة في الكلام، عندهم أسلوب خاص، يتعلمون من الكلمات، يصنعون كلمات، حتى اللغة المتداولة بين الأشخاص تصبح يعني ليست لغة ولكن تعبير. اللغة العربية يعني فخمة كبيرة بزاف، أحسن من اللغة اللاتينية، وأحسن من اللغة لونغلو ساكسون ولا لونغليسيزم. المعنى ديالها سيكو التعبير سي دي لوكوسيون إلي امبورطون، مهم بزاف. يعني حتى النبرة، حتى نعطيك واحد العالم ألبير مهاريبيان، هو إيراني أمريكي، حتى تكلم على ثلاثة المكونات للتخاطب. هذه هرجتني دابا في يعني في الكلام 7% كلمات. كلمات نعم. و 38% سي صح، 38% كل ما هو نبرة بارافوكال، وثم 55% لغة جسد، يعني لغة جسد، تثبيت المعلومة. نعم أكيد، والله أنا أحييك. الكلمات أي شيء من هذا القبيل يصنع لنا ذكاء، والذكاء يكون من خلال النتيجة.